يا جماعة، أنا تعبت أوي في موضوع الكورونا ده والحظر اللي عاملينه علينا هنا. أنا فعلا تعبت جامد. أنا كنت حاطط لنفسي جدول إن أنا أصحى الصبح أشتغل من 9 لـ5، وبعد كده أتغدى على 6 كده أخلص، بعدين بنظم كل يوم خناقة بقى مع مراتي من 6 كده لـ8، نقعد نتخانق. أنا اللي بفتعلها ليه؟ لأن اليوم لازم يعدي، ما هو مفيش حاجة تاني تتعمل، فبفتعل اي مشكله اتخانق فيها معاها من 6 ل 8، وبعدين اقعد من 9 من 8 ل 9 صالح، وبكل اسف على 9 مفيش حاجه تاني تتعمل بعد كده. وبعدين المواضيع كلها بتاعت الخناقات خلصت. انا اول امبارح اتخانقت معاها ان باب الثلاجه مفتوح، امبارح اتخانقت معاها انه مقفول، النهارده الصبح صحيت معاها بقول لها ليه في مخدتين على السرير؟ قالت لي عشان انا بنام على واحده وانت بتنام على الثانيه. انا حتى يعني قدرتي على النبر ما جابتش معايا. طب فعلا البنت معاها حق، ما هو فعلا في مخدتين، واحده ليا واحده ليا، انا هعمل ايه تاني؟ ما هو ما فيش حاجه حتى اقدر الفها هنا تساعدنا ان احنا حتى نخلق حتى خناق. يعني انا دلوقتي خلصت شغل واحنا بنشتغل هنا الجمعه، مش عارف فعلا هعمل ايه من دلوقتي. ما فيش حاجه فعلا اتخانق عليها معاها. انا تعبت. وبعد كده يا جماعه ما تقولوليش بقى تلفزيون وكلام من ده، انا نتفليكس خلصته يا جماعه. انا في افلام عربي اتفرجت عليها من الدبلجه انجليزي واقرا الترجمه تحت بالعربي، اللي انا اصلا عارف الفيلم بيها بالكلام بالاوديو بالعربي. اليوم بقى طويل فشخ، اليوم بقى مستحيل، اليوم بقى رجعوا لنا الشغل تاني اللي كنا كارهين نروحه ده، رجعوه لنا. والله انا هروح من 9 ل 5 وهحب على رجل الشركه، هقعد هناك، هشتغل كمان في الويكند، هقعد هناك بقيه الويكند. انا عيالي في الاول كنت عايز اعرفهم، بس انا كده انا عرفتهم كده زياده عن اللزوم، عرفتهم زياده عن اللزوم. انا بقى بعدين بقت العلاقه فيه صحوبيه بقى، لدرجه ان ابتدوا يقولوا لي بقى على فكره انت عصبي وما كناش عارفين انك كده. لا انا كده يا اولاد الكلب، انا كده يا اولاد الكلب، هم ابعدوا عني بقى، ابعدوا عني، بس ما فيش حته حتى اعرف ابعدهم عني فيها. احنا منعنا حتى ننزل الشارع حتى نفك عن نفسنا شويه. انا تعبان يا جماعه، انا تعبان، انا تعبان.